أهلا بكم مشاهدينا في هذه الجولة التي نطالع فيها سوية ما تنقلته الصحف المحلية والإقليمية والدولية الصادرة لهذا اليوم من مقالات وتحليلات وعرض الأهم رسوم الكاريكاتير لم تحل المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين دون تأجيل موافقة البرلمان المصري على منح الجيش تفويضا كاملا بالتدخل العسكري في ليبيا لردع الأطماع التركية هذا أبرز ما تناولته الصحف الصادرة اليوم والبداية سورية من صحيفة الشرق الأوسط التي عنونت قصف إسرائيلي على غرفة عمليات إيرانية في دمشق دوت انفجارات عنيفه في العاصمه السوريه دمشق مساء الاثنين تزامنا مع تصدي الدفاعات الجويه التابعه للحكومه لعدد من الصواريخ الاسرائيليه التي استهدفت مواقع للحكومه وفصائل ايران وفق المرصد السوري لحقوق الانسان، وفيما اعلنت اسرائيل ان القصف جاء ردا على عمليه وشيكه كانت ستستهدفها انطلاقا من سوريا. أفاد مراسل وكالة الأنباء الألمانية بأن الدفاعات الجوية السورية أطلقت عشرات المضادات الصاروخية من مناطق غربي وجنوب العاصمة وأن تلك المضادات استطاعت إسقاط عدد من الصواريخ في محيط منطقة سحنايا ومحيط منطقة الكسوة جنوب دمشق لكن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن قال إن ستة صواريخ على الأقل استهدفت مواقع تابعه للنظام والميليشيات المواليه لايران جنوب العاصمه دمشق ولم تتصدى الدفاعات الجويه لاي منها، اما صحيفه البيان الاماراتيه فلقد كتبت تحت عنوان ضغوط معيشيه ونفسيه تعمق جراح المجتمع السوري. هزت في الاونه الاخيره جرائم عنيفه الشارع السوري. وحالة من القلق والخوف انتشرت بين السكان لتضاف إلى همومهم ومشكلاتهم اليومية وحتى في أوقات الحرب لم تعاني المدن السورية من هذه الجرائم إذ تمكن السوريون طوال عشر سنوات من الحفاظ على تقليد الأمن في مناطقهم ويرجع المراقبون أسباب انتشار هذا النوع من الجرائم لحالة الفوضى التي تشهدها البلاد منذ أكثر من تسع سنوات بالإضافة لمعايشة السوريين لكل أشكال العنف والضغط النفسي والاقتصادي الأمر الذي بدأ بترك إنعكاساته على أرض الواقع حتى في المناطق التابعة للحكومة السورية ونقرأ في صحيفة القدس العربي التي عنونت سوريا تزايد عدد إصابات الفيروس وذعر بسبب فشل مكافحته في مختلف المدن السورية يجتاح سوريا اليوم ذعر في كل مكان ضمن مناطق سيطره الحكومه السوريه وخارجها في المناطق الواقعه تحت نفوذ فصائل المعارضه شمال البلاد حتى وصلت اجراءات الوقايه والحمايه الى درجه الاغلاق شبه الكامل في مؤسسات الدوله وقطاعات الحياه وبصرف النظر عن غياب الشفافيه في الارقام الرسميه وغير الرسميه وعن واقع انتشار فيروس كورونا في عموم المحافظات قالت مصادر رسميه لداء الحكومه السوريه ان البلاد تشهد حاله انتشار بؤري للفيروس. وكشف معاون مدير مديريه الامراض الساريه عاطف الطويل ان سوريا تشهد حاله انتشار للفيروس محصوره في العاصمه دمشق وريفها بينما بعض المحافظات لم تسجل اي اصابات بعد لافتا الى عدم امكانيه فرض حظر التجوال في المناطق الموبوءه. بسبب انتشار الفيروس فضلا عن الوضع الاقتصادي الذي لا يسمح بذلك اما مقالنا في الشأن السوري نشرت صحيفه الخليج الاماراتيه تحت عنوان تحشيد تركي في سوريا مقالا للكاتب يونس السيد حول تحشيدات تركيا في ادلب لنتابع المقال ومن ثم نعود على الرغم من الهدنه الهشه التي تشهدها سوريا منذ الاتفاق الروسي التركي في مارس اذار الماضي فان انقره ماضيه في تنفيذ خططها في سوريا كما هو الحال في العراق وليبيا عبر استغلال هذا الهدوء الظاهري في اعاده تنظيم صفوف اتباعها من الجماعات الارهابيه وتجهيزهم بكل ما يلزم استعدادا لعمليه عسكريه كبرى بعد اخفاق هذه الجماعات في مواجهه الجيش السوري مؤخرا تقارير إعلامية كشفت قبل أيام أن أنقرة باشرت في إعادة ترتيب صفوف الجماعات الإرهابية الموالية لها في إدلب وإخضاع عناصرها للتدريب ورفع جاهزيتها للمشاركة بأي عمل عسكري مشيرة إلى أن عملية التنظيم تشمل ما يسمى بإعادة تأهيل هيئة تحرير الشام جبهة النصرة سابقا عبر توزيع عناصرها على أكثر من تكتل لإدماجها في صفوف جماعات أخرى موالية لها لإظهارها بمظهر ملتزم بالاتفاقات مع روسيا اللافت هنا أن ما يحدث على الأرض يتناقض جذرياً مع الدبلوماسية المستخدمة لدى الجانبين الروسي والتركي ومحاولتهما إظهار وجود تفاهم وتنسيق بينهما وتعاون مشترك للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، ففي الأيام الأخيرة جرت رسائل متبادلة بمضمون مختلف بين موسكو وأنقرة تخللها حوار ميداني حمل استهدافات واستهدافات مضادة لمواقع كلا الطرفين وحلفائهما في شمال سوريا شرقا وغربا وفي غمره انباء تحدثت عن انفجارات غامضه هزت موضوعات ايرانيه في ريف دير الزور الشرقي ذكرت مصادر سوريه معارضه انها ناجمه عن غارات للتحالف الدولي تم استهداف نقطه روسيه في شمال غرب الحسكه بطائره مجهوله مسيره ذكرت مصادر كرديه انها تركيه واشير الى ان هذا الاستهداف جاء بعد يوم من قصف طائرات روسيه لمواقع جماعات انقره في مدينه الباب بريف حلب الشمالي وبطبيعه الحال المعركه ستكون اكثر تعقيدا بعد دخول آلاف الجنود والآليات العسكريه التركيه والجماعات الارهابيه المواليه لهم واقحامهم في معركه اقتطاع جزء من الاراضي السوريه في محاولة لتحقيق اطماع انقره التوسعيه. والآن ننتقل للشأن الشرق اوسطي. شرق اوسطيا البدايه من صحيفه العرب اللندنيه التي عنونت مكالمه ترامب لم تغير قرار مصر بالتدخل العسكري في ليبيا، لم تحل المكالمه الهاتفيه التي اجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاثنين دون تاجيل موافقه البرلمان المصري على منح الجيش تفويضا كاملا بالتدخل العسكري في ليبيا لردع الاطماع النظام التركي. ووافق البرلمان بالإجماع مساء الاثنين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة للدفاع عن الأمن القومي في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ليبيا ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات. وكشف متابعون أن الاتصال بين السيسي وترامب لم ينعكس على الصيغة السياسية التي خرج بها التفويض من البرلمان والتي جاءت قاطعة في اتجاه التدخل مع تخويل الرئيس المصري تحديد الوقت والزمان وهو ما حدث عقب تمادي النظام التركي في توريد المرتزقة إلى ليبيا وتقديم معدات عسكرية لحكومة الوفاق والتهديد بتجاوز سرت والسيطرة على الحقول والموانئ النفطية أما صحيفة واشنطن بوست الأمريكية فلقد كتبت تحت عنوان حملة نتنياهو ضد إيران تستغل إدارة ترامب لكنها تتوقع فوز بايدن بالرئاسة قال المعلق جاكسون ديهيل إن حرب بنيامين نتنياهو السرية ضد إيران التي يدعمها دونالد ترامب موجهة ضد بايدن ويحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي دفع ترامب للقيام بعملين كبيرين الأول والذي تمت مناقشته بشكل واسع أي ضم نسبة 30% من الأراضي الضفة الغربية مستخدما خطط السلام التي تغط في سبات عميق أما الخطة الثانية فهي أقل وضوحا ففي الأسابيع القليلة الماضية نفذت إسرائيل سلسلة من الهجمات البطيئة وشبه العسكرية ضد المفاعل الإيراني وبرنامج الصواريخ وربما مواقع صناعية وبنى تحتية ولا يشكك يشك المحللون في شؤون الشرق الأوسط بمصداقيه هذا التحليل، وقال دينيس روس المبعوث الامريكي السابق: انا مستغرب من حذر اسرائيل، ويقول روس وغيره من المحللين ان نتنياهو حصل بالتاكيد على موافقه ان لم تكن مشاركه اداره ترامب للقيام بهذه الهجمات. ونقرا في صحيفه غازيتا رو الروسيه التي كتبت تحت عنوان هل متسائلة هل تحاول أنقرة خداع موسكو كتب أليكسي غريازيف منذ بداية تفاقم الصراع الأذربيجاني الأرميني اتخذت روسيا موقفا مع الصلح وامتنعت عن توجيه الاتهامات لأي جهة بينما تصرفت تركيا شريكة موسكو بشكل مختلف تماما فأعلنت وقوفها غير المشروط إلى جانب أذربيجان وهنا تتصادم مصالح أنقرة مباشرة مع مصالح موسكو، فالبلدان الناطقة بالتركية أذربيجان وأوزبكستان وكازاخستان وقرقيزستان وتركمانستان أجزاء من الفضاء ما بعد السوفيتي حيث تأمل روسيا في الحفاظ على نفوذها، ومن الواضح أن تركيا انطلاقًا من افتراض أن سياستها العثمانية الجديدة يمكن أن تواجه معارضة من روسيا عاجلًا أم آجلًا. تقوم بتوجيه ضربات استباقيه في اكثر النقاط حساسيه لموسكو، الا ان من السابق لاوانه الحديث عن انتصار غير مشروط للعالم التركي في الفضاء ما بعد السوفيتي. اما مقالنا في الشان الشرق اوسطي. نشرت صحيفه العرب اللندنيه تحت عنوان الحلم الاكثر تكلفه في العالم، مقالا للكاتبه سوسن الشاعر حول التكلفة الباهظة لمشاريع قطر في المنطقة لنتابع النظام القطري مصر على إكمال المشروع الذي كلف بتمويله منذ عشرين عاماً ويرى في إجراءات المقاطعة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين عائقاً له ومعطلاً، وكبدته خسائر لا يقوى على تحملها، خاصة أن تكلفة المشروع ارتفعت نتيجة المقاومة التي أبدتها هذه الأنظمة العربية، وأمام هذا النظام مشوار طويل وتكلفة عالية جداً مع وجود أحزاب يمينية غربية أعادت ما هدمه اليسار من تحالفات مع الأنظمة العربية. ورغم ارتفاع تكلفة المشروع فإن النظام القطري مجبر على الاستمرار فيما تعهد القيام به الحمدان قبل عشرين عاما فوجوده في الحكم رهن بإكمال مهمة التمويل وقد وجد أصحاب المشروع اثنين مستعدين لبيع ما فوق قطر وما تحتها من أجل أن يحققا حلمهما في إعادة تشكيل الشرق الأوسط وتنصيبهما أبوين روحيين على التقسيمة الجديدة. إنه الحلم الأكثر تكلفة في العالم. أربع سنوات من 2017 إلى اليوم، وهي تصر على الالتفاف على التزاماتها تجاه الأمن القومي العربي واتجاه أمن دول المقاطعة تحديداً فالمساله بالنسبه للنظام القطري ليست مساله حقوق طيران بل مساله اصرار على اكمال المهمه التي كلف بها الحمدان مهما بلغت التكاليف حتى اخر ريال قطري فكم صرف النظام القطري على مدى العشرين عاما الماضيه اي منذ تولي حمد بن خليفه مقاليد الحكم بعد ان انقلب على ابيه على مشروع هدم واسقاط الانظمه العربيه ذلك المشروع الذي كلف به مقابل تنصيبه حاكما كم كلفه اسقاط القذافي من مرحله الاعداد الى اليوم الى مرحله دعم الاخوان في ليبيا وكم كلفه اسقاط بن علي ودعم الغنوشي وكم كلفه اسقاط حسن مبارك وكم كلفه اسقاط علي عبد الله صالح ودعم الحوثيين ودعم القاعده ومحاربه التحالف في اليمن وكم كلفته محاولاته الفاشله في هز شعره من حكم البحرين والسعوديه والامارات ومحاولات اعاده محمد مرسي قبل ان يتوفاه الله والان كم يكلفه دعم ايران ودعم تركيا ذراعي المشروع وكم يكلفه طلب الحمايه منهما والان الى الشان العالم عالميا صحيفة أندي بندن عربية التي عنونت لندن تعلق العمل باتفاق تبادل المطلوبين مع هونغ كونغ أعلنت المملكة المتحدة التعليق الفوري ولأجل غير محدد لاتفاق تبادل المطلوبين مع هونغ كونغ ردا على فرض الصين قانون الأمن القومي المثير للجدل على المستعمرة البريطانية السابقة في وقت حذرت بكين لندن من أنها تسلك النهج الخاطئ بشأن هونغ كونغ وفي كلمة أمام البرلمان برر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب القرار قائلا إن القانون الصيني الجديد المفروض على هونغ كونغ غير بشكل كبير آلية عمل النظام القضائي في المدينة وأوضح أنه بموجب القانون بات للصين اختصاص قضائي في بعض القضايا التي ستنظر بها بناء على ذلك محاكم صينية وأعلن راب ايضا توسيع نطاق حظر الاسلحه المفروض على الصين منذ عام 1989 بحيث يشمل هونغ كونغ ايضا. اما صحيفه لوموند الفرنسيه فلقد كتبت تحت عنوان امريكا ترامب ليست على ما يرام. ان كل شيء يسير بطريقه غير صحيحه في الولايات المتحده وان الرئيس دونالد ترامب الذي يتكلم عن كل شيء. بشكل خاطئ ودون مبالاه سيبقى خارج السياق ما دام يصر على انكار العاصفه التي تضرب بلاده. وفي المقال الذي كتبه مراسل الصحيفه في واشنطن جيل باريس قالت الصحيفه ان ترامب الذي تقرر في ذهنه منذ وقت مبكر انه تخلص من وباء كورونا، لم يعد يذكر هذا الوباء الا عرضا وحول البيت الابيض شيئا فشيئا الى منصه دائمه لمرشح في حمله محرومه من التجمهر بسبب كورونا. وخلص المراسل الى ان ترامب يتحدث بشكل خاطئ ودون مبالاه عن كل شيء الا عما يقلق مواطنيه بحيث ان الاغلبيه الساحقه والمتناميه لا توافق على ادارته لازمه الوباء. وما قالنا في الشان العالمي. نشر موقع العين الاخباريه تحت عنوان بريطانيا في مواجهه الصين مقالا للكاتب بهاء العوام حول التوتر الاخير بين بريطانيا والصين بسبب قانون هونغ كونج لنتابع المقال لا يخشى البريطانيون العقوبات الامريكيه على شركه هواوي بقدر ما يخشون تسرب بياناتهم الى الصين عبر الجيل الخامس من الانترنت ولا تقلقهم الخساره التي يمكن ان تلحق بهم بعد فك تعاقدهم مع الشركه الصينيه طالما ان هذا الاجراء سيقيهم خساره اتفاقيه التجاره الحره مع الولايات المتحده ربما يفسر ما سبق قرار لندن طرد هواوي من سوق الاتصالات البريطانية على المدى الطويل، فالجيل الخامس من الانترنت سرعان ما سيحل مكان سابقيه، ومن يحصل على حقوق تشغيله يستحوذ على حصة الأسد في قطاع الاتصالات والأجهزة الذكية دون منافسة تذكر إلى حين اكتشاف الجيل السادس. كان باستطاعة بريطانيا أن تجد حلولاً للمخاوف التي أثارها المركز الوطني للأمن المعلوماتي بشأن هواوي. لو كانت الصين اكثر مرونه وانفتاحا على اتفاقات واسعه مع المملكه المتحده بعد طلاقها من الاتحاد الاوروبي فبريطانيا اليوم تنتمي الى مجموعه من الدول تدين اليه تعامل الصين مع الوباء وتتطلع الى تعويض مالي لما لحق بها من خسائر بسبب تلك الاليه لا تكترث بكين كثيرا لهذه المجموعه لان السجال بشان اهدافها ربما يمتد لعقود وليس بالضروره ان يعني يفضي الى اي شيء يحلم به خصومها لذلك يمكن القول ان الشعره التي قسمت ظهر البعير بين بريطانيا والصين هي قانون الامن القومي الذي فرضه البرلمان الصيني على اقليم هونغ كونغ مؤخرا قانون هونغ كونغ نقل التوتر بين البلدين الى حرب بارده اصطفت فيها بريطانيا الى جانب الولايات المتحده بوضوح اكبر ففرض الهيمنه الصينيه على الاقليم ذاتي الاداره بهذه الفجاجة أغضب البريطانيين وخلق انقساما داخل حزب المحافظين الحاكم بين معسكر معاد لبكين وآخر متمسك بصداقتها لندن اعتبرت القانون الصيني في هونغ كونغ ضربه مباشره لها لانه يغير اوضاعا متفق عليها بينها وبين بكين بشان المستعمره البريطانيه سابقا ربما يبدو الامر تهورا حقيقيا للوهله الاولى ولكن التاريخ الطويل للبريطانيين في السياسه الخارجيه يقول ان الامر يستحق التروي قبل توقع النتائج والان الى اخبارنا المنوعه. اخبارنا المنوعه بدايه من صحيفه العرب اللندنيه التي عنونت كرفان للعيش على سطح القمر. تبذل وكاله الفضاء الامريكيه ناسا جهودا حديثة لتحقيق هدفها المتمثل في نقل البشر إلى القمة إلى القمر للإقامة الدائمة على سطحه، وما زالت حتى الآن في طور دراسة المكان الأنسب لإقامة البشر. تضمنت الأفكار السابقة خياما قابلة للنفخ وقواعد تحت الأرض، لكن التعاون مع وكالة الفضاء اليابانية جاكسا أثمر مؤخرا فكرة جديدة وفقا لتقرير أرستيكنيكا. مفاد هذه الفكرة أنه بالإمكان إنشاء مركبات جوالة. مدمجه تحاكي مبدا الكرفانات المتجوله. وترى ناسا في المركبه الجواله التي طورتها اليابان وسيله لاختصار الجهود التي ستبذلها في عمليه تطوير مركبتها الخاصه انطلاقا من الصفر. وقال كليف نيل العالم بشؤون القمر من جامعه نوتردام لأرس تكنيكا ان ميزانيه ناسا ضعيفه جدا وهذه الشراكه ستساعدها كثيرا. ونبقى في اخبارنا المنوعه. في حين تلقت سينما السيارات دفعه مع انتهاء اجراءات العزل العام تدريجيا وسط انتشار مرض كوفيد 19 يمكن لمحبي السينما في باريس الان تناول الذره المحمصه وهم يشاهدون فيلما من قارب على نهر السين لنتابع. بعد انتشار فكره سينما السيارات بفعل جائحه فيروس كورونا اتجهت العاصمه الفرنسيه باريس الى فكره جديده الا وهي سينما القوارب حيث يمكن لمحبي السينما في باريس الان تناول الفشار وهم يشاهدون فيلما من قارب على نهر السن وفي اطار خطه لتحويل اجزاء من نهر السن الى شواطئ صناعيه تمكن رواد السينما من ركوب 38 قاربا كهربائيا لمشاهدة الفيلم الفرنسي الكوميدي لغابا مجانا وقالت سيدة من الحضور وتدعى فاتون داي إنها المرة الأولى التي تشاهد فيها فيلما على متن قارب مضيفة أن الطقس جيد ولذلك ترى أنها تجربة رائعة ويمكن لكل قارب ان يستوعب ما يصل الى سته اشخاص يعرفون بعضهم البعض ويشاهد البعض الاخر الفيلم من كراسي الاستلقاء بينما تطفو شاشه العرض فوق نهر السن ويامل المنظمون في اقامه عروض مماثله خلال الاسابيع المقبله والآن وقفة مع أبرز الرسوم الكاريكاتيرية التي تناقلتها الصحف الصادرة لهذا اليوم لنتابعها معا ومن ثم نعود نهايه الجوله شكرا لكرم المتابعه ولا تنسوا زياره موقعنا الرسمي اليوم تي دوت نت الى اللقاء